الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا محمد الحسن، سلام الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة. فاز سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. قضى الزكي فنوحوا يا محبيه، قضى الزكي فنوحوا يا محبيه، وابكوا عليه فذي الأملاك تبكيه. قضى ابن فاطمة الطهر البتولة من قضى ابن فاطمة الطهر البتولة من عم البرايا جميعا من أياديه. قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا، قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا، وصار يقذفها بالطشت من فيه. قضى وأظلم وجه الكائنات أسا، قضى وأظلم وجه الكائنات أسا لما أصات بصوت الحزن نايا. ولم يزل صابرا ولم يزل كاظما للغيظ محتسبا، ولم يزل كاظما للغيظ محتسبا على الأذى. على الأذى صابرا في جنب باريه حتى تقطع سما وجرع العدف قسرا من أعايا.
قلبي قلبي من الحزن ذوب وتولم، يا قلب مني الحزين ذوب ذوب وتولم أو تولم على اللي جب دوايل انفطر بالسم. يا أبا وزاف وزاف على أبو محمد اليوم المعزى المعزى بمصاب العزن، اليوم المولى أبي عبد الله اللي أنت الآن بجواري يقول وزاف وزاف على أبو محمد وزاف على أبو محمد من هل الجود من هل الجود قضى نحبه يا ويلي بجبد ممرود. أيوا حسنا وإماما ومسموما أنا قضى نحبه شبيد ممرود ممرود شحال حسين لما نعاين العود لما عاين شحال حسين لما صبرنا على فرقك يا خويا نروح كل احنا فدايا انا ويا العزين خلي لان مالتك يا خويا نروح كل احنا اللي احنا فدايا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه الليلة نقف عند ذكرى استشهاد إمامنا الحسن سلام الله تعالى عليه السبط الزكي الذي قتل مسموما قتل مظلوما قتل شهيدا. إذا أردنا أن نحيط بسيرة الحسن عليه السلام في هذه الدقائق المعدودة لا نستطيع أن ندرك ذلك، ولكن أيها الكرام ونحن في رحاب أبي عبد الله عليه السلام بودي أن أقف عند بعض الشذرات وبعض الصفات من صفات الإمام الحسن عليه السلام كذكرى، ولعلنا نقف متأملين في سيرته المباركة سيرته العطرة، علنا نأخذ دروسا وعبرا من سيرته المباركة. نقف عند بعض الصفات التي اتصف بها إمامنا الحسن عليه السلام، نعرف بعضا من سمات شخصيته المباركة. السمة الأولى التي أريد أن أقف عندها التي اتصف بها الإمام الحسن عليه السلام هي الصفة التي ذكرها إمامنا الصادق عليه السلام في رواية المفضل. مفضل تعرفون هو صاحب الإمام الصادق عليه السلام من أصحابه الخلص المقربين، فينقل لنا هذه الرواية وهذا الخبر عن إمامنا الصادق. يقول المفضل: سمعت الصادق عليه السلام يقول، طبعا ينقل الرواية الصادق ينقلها عن أبيه
وعن جده عن أبيه. قال يعني ترجع الرواية للحسين عليه السلام، ترجع الرواية للحسين، يعني هو صاحب هذا الرأي، الإمام الصادق هو الناقل. الحسين في حديثه عن أخيه الحسن عليه السلام يقول: كان الحسن أعبد أهل زمانه، كان الحسن أعبد أهل زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان يحج ماشيا، يحج ماشيا، وربما مشى حافيا، وربما مشى حافيا. هذه الشهادة التي يطلقها أبو عبد الله عليه السلام في حق أخيه الحسن لابد أن نقف عندها متأملين مرة، نتأمل من حيث شنو؟ من حيث أنه هنالك صفة عند أهل البيت عموما عليهم السلام، صفة أنهم يكثرون من العبادة. كل أهل البيت سلام الله تعالى عليهم كانوا يكثرون من العبادة، إذا من حيث العدد، إذا أردنا مثلا أن نحصي مثلا عدد الركعات التي يصلونها في اليوم والليلة نجد أنه أرقام مهولة، تصل إلى 500 ركعة في اليوم، 600 ركعة في اليوم، قد تصل إلى 1000 ركعة في اليوم في بعض الروايات كما ورد بخصوص زين العابدين عليه السلام. هذا من حيث الكثرة، الصيام كذلك، قراءة القرآن كذلك، قيام الليل كذلك، عبادة كثيرة. القضية الأخرى أيضا من حيث الجودة، جودة العبادة. احنا مرة نتحدث عن الكثرة، عبادة كثيرة، لكن مرة نتساءل من حيث جودة هذه العبادة، لأن العمل بصورتين، مرة الكثرة ومرة الجودة، قيمة هذا العمل. من حيث الجودة أيها الكرام، إذا رجعنا أيضا إلى سيرة أبي محمد الحسن عليه السلام، وسوف أعود إلى التعليق على الحديث الآنف الذكر، إذا رجعنا إلى سيرة أبي محمد الحسن عليه السلام، فالناس المحيطين به الذين عاصروا الحسن عليه السلام من حيث جودة العبادة يصفون لنا الحسن عليه السلام حين كان يقوم إلى صلاته، حين كان يقوم إلى صلاته إذا أراد أن يصلي، كانت هنالك حالة تعتري الحسن عليه السلام كلما قام إلى الصلاة. ما هي الحالة؟ يقولون من عاصر الحسن، يقولون كان إذا قام إلى الصلاة اصفر لونه، اصفر لونه وارتعدت فرائصه. تأمل معي، اصفر لونه وارتعدت فرائصه كلما قام إلى الصلاة. هسه هذه حالة غريبة، احنا كل احنا نصلي، كل احنا نصلي ولله المنة والحمد، لكن هكذا حالات لا تعترينا حقيقة، لا تعترينا هكذا حالات، لا اصفرار ولا خوف ولا أنه مثلا ارتعاد بالمفاصل. يقولون: فسئل الحسن في ذلك: يا أبا محمد، لما يكون منك ذلك كلما أقبلت على صلاتك؟ فيعطي الإجابة إمامنا الحسن عليه السلام، يعطي الإجابة. ما هي الإجابة؟ قال: حق على من يقف بين يدي رب العرش، أي الله عز وجل، لا إله إلا هو، حق على من يقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد فرائصه. المستوى من المعرفة التي وصلها إمامنا الحسن بالله عز وجل، المستوى من المعرفة جعلت منه يخشى الله عز وجل في الوقوف بين يديه في صلاته حتى يصفر لونه وترتعد فرائصه. هذا من حيث جودة عبادة الحسن عليه السلام. هسه أرجع للحديث، أسأل سؤال وأريد ذهنك يمي، يعني مثلا الحسن عليه السلام هل هو محتاج؟ الحسن بالخصوص صاحب الذكرى وأهل البيت أيضا، خلي يكون الحديث بالحسن، هل الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة بشهادة النبي الأكرم، هل هو محتاج إلى شهادة من الحسين عليه السلام، أو شهادة من الأمة، أو شهادة ممن عاصروه بأنه كان أعبد أهل زمانه؟ هذه الرواية التي ذكرناها اللي هي الصفة الأولى من صفات شخصية الإمام الحسن عليه السلام، أنه كان أعبد أهل زمانه كما ذكر أبو عبد الله، وأزهدهم وأفضلهم، وكان يحج ماشيا، يحج ماشيا، وربما مشى حافيا. هذه شهادة الحسين.
الحسن محتاج إلى هذه الشهادة برأيك يعني الآن إذا نتأمل أنا وياك؟ محتاج إلى هذه الشهادة؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها المعصوم عليه السلام لنا نحن كأتباع لأولئك الأئمة؟ ما هي الرسالة؟ طبعاً الرسائل كثيرة، لكن الأهم وذهنك يمي، الأهم من ذلك أيها الكرام، أهم الرسائل المرسلة إلينا هي قضية أنه الحسن عليه السلام إش قد يمتلك حصانة؟ إش قد يمتلك قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني شلون؟ يعني مثلاً رسول الله جد النبي صلى الله عليه وآله، جد الحسن، فاطمة الزهراء التي تشفع في الخلائق يوم القيامة هي أم الحسن، علي بن أبي طالب الذي هو الفاروق الذي يفرق بين الناس يوم القيامة هذا أبوه. زين، شهادة النبي به وبأخيه الحسين عليه السلام إمامان قام أو قعد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كل هذه الحصانة اللي هنا الرسالة الأهم أريد ذهنك يمي، كل هذه الحصانة التي يمتلكها الحسن، لكن الحسن ما اتكأ على الجدار وقال أنا أكتفي بما لدي من رصيد أن أبي رسول الله، جدي رسول الله، وأمي فاطمة، وأبوي علي، وأنا سبط من الأسباط، وأنا إمام من الأئمة، فلا داعي لعبادة الله عز وجل ولا داعي للقرب من الله عز وجل، أكتفي بهذا الرصيد. أكتفي، لماذا لم يكتفي الحسن بهذا الرصيد؟ لكنه أصر أن يكون أعبد أهل زمانه وأن يكون أزهدهم حتى يوصل رسالة إلى الأمة وإلى أتباعه، لأنه للأسف بعض الأتباع من الذين لا يدركون هذه المعاني يقول أنا أكتفي مثلا بحبي وولائي لأهل البيت، أنا أكتفي، فتراه متهاونا في صلاته، متهاونا في عبادته، متهاونا في ذكره، يقول أنا أكتفي، أنا أحب الحسين وأكتفي، أنا أحب أهل البيت وأكتفي، ولا أبالي يوم القيامة، غدا هم شفعائي. لكن بنفس الوقت إذا حاسبنا هذا المنطق وفق السيرة العملية لأهل البيت، للأسف نجد أن هذا المنطق لا يصمد أمام السيرة العملية لأهل البيت. ليش؟ لأن أنت إذا تقول أنا أكتفي بحبي وولائي لأهل البيت، نقول هم أهل البيت أنفسهم لا يتقربون إلى الله إلا بالطاعة، كما ورد عن الباقر عليه السلام في حديثه مع جابر، قال يا جابر، حديث طويل محل الشاهد، قال يا جابر ما بيننا وبين الله قرابة وليس لنا على الله حجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعا لله نفعته ولايتنا ومن كان منكم عاصيا لله لا تنفعه ولايتنا ويحكم لا تغتروا ويحكم لا تغتروا. إذا الآن اليوم أيها الكرام إذا أقف بين يدي سيرة الحسن عليه السلام وأرى أن الحسن وهو الحسن، الحسن مو أنا ما محتاج من عندي شهادة، الحسن ما محتاج من عندنا الآن شهادة، حسن حسن وكفى. إذا أقف بين يدي سيرة الحسن عليه السلام وأراه ترتعد فرائصه إذا وقف بين يدي ربه لا إله إلا هو، فكيف بي أنا؟ أنا الفقير، أنا شنو وضعي؟ أنا شنو مقامي؟ هذا الخطاب وهذه الرسائل التي ترسل أيها الكرام لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن أنا أضع هذا الشيء بين قوسين، أريد شوية ذهنك يمي بين قوسين. إحنا الآن نأتي إلى زيارة قبر المولى أبي عبد الله، وإحنا الآن نجلس في ذكرى الحسن عليه السلام، ما هي الغاية؟ ما هي العبرة؟ الأهم والأساس، يعني مرة إحنا نقول نريد نحيي هذا الذكر جميل جدا، لكن أكو رسائل أيها الكرام من إحياء هذه المجالس ومن إحياء هذا الذكر، الرسائل الأهم أننا نغترف من معين أهل البيت، أننا نعرض أنفسنا على سيرة أهل البيت حتى نعرف واقعنا من خلال واقعهم، علاقتنا مع الله من خلال علاقتهم بالله عز وجل، هذا الأهم، وهو الاعتبار اللي عبر عنه القرآن، الاعتبار، العبرة، أن تأخذ العبرة. واضح أيها الكرام؟ صلوا على محمد وآل محمد. إذن الصفة الأولى على عجالة طبعا كما بينت ذلك في بداية الكلام على عجالة بما يسمح الوقت، الصفة الأولى من صفات الإمام الحسن أنه كان عابداً وكان زاهداً وكان
رمزا للعبادة حقيقة، وهو الحسن عليه السلام. هاي السمة الأولى. السمة الثانية أيها الكرام من سمات الحسن عليه السلام هي صفة الكرم، صفة الكرم، حتى لقب بكريم أهل البيت. الحسن كريم جدا بالعطاء، جدا كريم بالعطاء. يقولون ما كان يأتي سائل إلى الحسن ورده الحسن أبدا، ما كان يأتي سائل إلى الحسن ورده الحسن عليه السلام. مرة يوم من الأيام جاءه أحد السائلين، أحد السائلين جاء إلى أبي محمد الحسن. الإمام الحسن ينطي درس هنا قبل أن يقضي حاجته، أنطى درس لأن أكو فرد شيء معين راد الحسن، راد يوصل الحسن إلي وإلك. قال له يا هذا أنت جاي تسأل، أنت أرقت ماء وجهك، أنت أرقت ماء وجهك في السؤال، المسألة ذلة، أنت جاي تسأل المساعدة. يا هذا اعلم أن المسألة لا تحل إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. المسألة يعني أن تسأل من الناس لا تحل إلا بإحدى ثلاث. قال دم مفجع، دم مفجع، وفقر مدقع. هذا الآن أردبين، أردبين فرد رسالة ضرورية جدا الآن من خلال هذا الحديث، من خلال هذا التعليم الحسني. قال دم مفجع لا تحل إلا بإحدى ثلاث، دم مفجع أو دين مقرع أو ماذا، أو فقر مدقع. هاي ثلاث أشياء يلا تحل المسألة، أن تسأل الناس، لأن إحنا الآن أكو فرد ظاهرة في كل المجتمعات، أكو ظاهرة. الحسن ليش قيد هالمسألة، قيد خلى قيود لهذه، أنطى تعليم قبل أن يقضي حاجة هذا الإنسان، أنطى فرد درس، درس رائع. الآن مشكلة من مشكلات المجتمعات عموما في كل أنحاء العالم التسول، ظاهرة متفشية، ظاهرة التسول متفشية في كل المجتمعات، وهي ظاهرة معيبة، وهي ظاهرة مخلة. احنا في وفق الثقافة الإسلامية، وفق الفقه الإسلامي، وفق الدائرة الإسلامية أيضا موجودة في بلداننا هذه الظاهرة المقيتة حقيقة، ظاهرة مقيتة، ظاهرة التسول بكثرة موجودة. الحسن عليه السلام من خلال مدرسة الحسن عليه السلام يقول أن الإنسان لا يحق له أن يمتهن المسألة، يعني لا يحق له أن يمتهن التسول من الناس، أن يجعل من التسول مهنة يقتات عليها. والإنسان لا يحق له أن يسأل من الناس عطاء أو مساعدة إلا بإحدى ثلاث، وهذن الثلاث بينهن اللي هن دم مفجع، يعني واحد علي دية وما عنده، علي دية، دية قتل وما عنده، مبلغ ضخم ما عنده، لا يقدر يبيع شيء ويسدد مثلا هذه الدية، ما عنده، لا بأنه الأموال ولا أعيان، ما عنده. فيقول هنا الإنسان يستطيع أن يسأل بعض إخوانه، بعض المجتمع المحيط به، أنه على مود يقضي هذه الدية. القضية الأخرى قال أو دين مقرع، أو دين مقرع، إذا دين تعالى وتضاعف على الإنسان وأيضا ما عنده استطاعة، قد أنه له الحق أن يسأل بعض إخوانه. القضية الأخرى أو فقر مدقع، الفقر المدقع يعني الفقير الآن وفق الفقه فقهيا، يعني تعريف الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، هذا الفقير شرعا فقهيا، يعني هو الذي لا يملك قوت سنته. فإذا الإنسان مر بحالة من الفقر المدقع وما عنده حيلة، يعني أنه فقر مدقع، مو هو مثلا إنسان أنه مكتمل الصحة، مكتمل البنية، يقدر يفتح مشروع، يقدر يعمل، يقدر أنه يقدم شيء في المجتمع مثلا، يتكسب بأموال حلال، يستطيع أن يقوم بعمل ما يأخذ عليه أجر، لا، هم فقر وهم ما عنده قدرة بدنية، ما عنده قدرة، لا عنده قدرة ذهنية مثلا للتأليف، للكتابة، للكذا، ولا قدرة بدنية للعمل. هنا يقول الإنسان يحق له أن يسأل لقضاء حاجته، أما أنه الإنسان يقوم بامتهان التسول، هنا كارثة، هذا خط أحمر الإسلام أبد ما يقبل به، أن يجعل من التسول مهنة له. يقولون المتسول يوم القيامة يأتي وقد تساقط لحم وجهه بين الخلائق، يأتي بين الناس وقد تساقط لحم وجهه، يقول ويعرض عنه الرحمن عز وجل. ليش يعرض عنه الرحمن؟ لأنه سأل الناس ونسى الله عز وجل. أنت الله سبحانه وتعالى، يعني كأنما هذا المتسول، طبعا الذي يمتهن التسول، الذي يجعل التسول مهنة عنده، هذا كأنما عمليا يشكو الله للناس، يقول الله لا يرزقني، الله لا يعطيني، الله لا يسبب لي أبواب الرزق، لا يفتح لي أبواب الرزق،
فيشكو يشكو الله إلى الناس، أنتم انطوني، الله ما ينطيني. فالحسن عليه السلام من خلال يعني هو صفة من صفات الكرم، وكان لا يرد سائلا، لكن إنه هذا السائل اللي جاء انطى درس، والدرس للتاريخ. إجوا للحسن يوم من الأيام قالوا له: يا ابن رسول الله، نحن لا نراك ترد سائلا، لا نراك ترد سائلا، كل ما أتاك سائل مستحق أعطيته، فما هي العلة من وراء ذلك؟ قال: العلة من وراء ذلك، ينطي علة أخلاقية رائعة جدا. قال: العلة من وراء ذلك أنني لله سائل، أنا الحسن لله سائل، أنا راغب وإليه راغب إلى الله، وإن كنت سائلا لله عز وجل أكره أن أكون سائلا وأرد سائلا. أنا سائل إلى الله ويجيني واحد يسألني، فأكره أن أكون سائلا وأرد سائلا. وقد عودني الله نعمة أو عادة، عودني عادة أن يفيض علي نعمه العطاء، وعودته أي عودت الله عز وجل، وعودته أن أفيض نعمي أو نعمته على الناس، فأخشى إن قطعت عادتي قطع عادته، أخشى إن قطعت عادتي قطع عادته. فينطي الفلسفة من وراء الإنفاق، فلسفته من وراء الإنفاق، يقول: كلنا نحن يعني إحنا نقف بين يدي الله سائلين، إحنا كلنا محتاجون لله، فإذا جاءك سائل وأنت قادر على أنت مستطيع أن تقضي حاجته فلا ترد السائل خائبا أبدا. واضح؟ ولذلك الحسن ينطلق من هذا المفهوم القرآني الأعم، المفهوم القرآني للإنفاق، المعادلة القرآنية للإنفاق. اسمعوا أيها الأحبة، القرآن يضع معادلة عامة للإنفاق، يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت اليوم عندك أموال، أنت اليوم عندك قدرة، أنت اليوم عندك علم، أنت مستخلف، ترى هاي الأموال مو أموالك، ترى هذه الأراضي مو أراضيك، ترى هذه الوجاهة وإنه السمعة بالمجتمع الطيبة، وهذه المكانة الاجتماعية، وهذه المكانة العلمية، ترى هاي مو ملكك، هذه مجرد عارية، عارية الله سبحانه وتعالى استخلفك عليها. وكما أنه الذين قبلك بالمليارات راحوا وتركوا كل شيء، أنت في يوم غد أو بعد غد سوف ترحل وتترك كل شيء، إنما أنت مستخلف، مستخلف. فيقول القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هي الأموال لله، إذا عندك القدرة على الإنفاق والعطاء أعطي، اقضي السواء، اقضي حاجة السائل. هكذا يعلمنا الحسن عليه السلام. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة قبل أن يدركنا الوقت، الصفة الثالثة من صفات الحسن عليه السلام، قلنا أولا للعبادة كان عابدا زاهدا، وقلنا كان كريما حتى لقب بكريم أهل البيت، وكان لا يرد سائلا، وقد خرج من أمواله، حتى ما أذكر ما أنسى هذه النقطة أنه تتعلق بكرم الإمام، يقولون خرج من أمواله لله مرتين، وقاسم الله أمواله وكل ما يملك ثلاث مرات. هذه معادلات صعبة جدا يستطيع عليه الحسن بدون بغض النظر عن بيان المعنى. واضح؟ الصفة الثالثة أيها الكرام من صفات الحسن صفة الشجاعة، صفة الشجاعة، كان شجاعا، كان رمزا للشجاعة عليه السلام. والشجاعة فيها نوعان: شجاعة الكلمة وشجاعة السيف. الشجاعة مو دائما بالسيف، شجاعة مو دائما بالحرب وبالمعارك، لا لا، مرات الكلمة شجاعة، الكلمة أن تقول كلمة حق، قد يحتمل أن تتضرر من هذه الكلمة، هذه شجاعة، وفي بعض الأحيان أعظم من شجاعة السيف. خلنا نأخذ نموذجين، نموذج على شجاعة الكلمة عند الحسن، ونموذج في شجاعة السيف عند الحسن. شجاعة الكلمة لما تمت المعاهدة أو الصلح، سميها ما شئت، مع معاوية، تمت هاي المعاهدة التي عقدها الحسن مع معاوية. معاوية طاغية، رجل طاغية ولم يؤمن بالإسلام، صعد على منبر الكوفة والناس مجتمعة، فنال من علي ونال من الحسن، والحسن كان جالس، الحسن كان جالس يسمع. هذا الطاغية نال من علي عليه السلام ونال من الحسن، فلما نال الحسن قام وقف في وجه معاوية، قال: أيها الذاكر عليا، أيها الذاكر عليا، يا معاوية، أيها المتكلم، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك حرب، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي رسول الله وجدك صخر،
وجدتي خديجة وجدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا وآلمنا حسبا وشرنا قدما وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال جماعة من أهل المسجد آمين آمين. ألقم معاوية حجرا في فمه، قال له أنت الآن، أنت يا معاوية أنت تنال من علي، تنال من الحسن، أنا منه وأنت منه. بيّن له الحق وأرجعه وأخرسه وألقمه حجرا. وهذه شجاعة كلمة، حيث الحسن أنتم تعرفون أنه الظروف اللي تمت من خلالها الصلح مع معاوية، الحسن عليه السلام طعن في فخذه من جيشه، يعني كان وحيدا، كان ضعيفا، ما عنده قوة، ما عنده ناصر، لكنه في كلمة الحق هو أبو محمد عليه السلام. أبدا آلى إلا أن يقول كلمة الحق بوجه طاغية زمانه وهو معاوية، وبين الحق لمعاوية والناس. واضح؟ هذه شجاعة الكلمة. شجاعة السيف أيضا موقف واحد نأخذ في معركة الجمل. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه شاف المعسكر الآخر متحلق حول الجمل كرمز للمعركة، حول الجمل متحلقين يأخذون يستمدون القوة المعنوية من الجمل ومن الراية اللي على الجمل. فالإمام عليه السلام أمير المؤمنين يعني بالحنكة مالته بالخبرة العسكرية التفت إلى محمد ابن الحنفية ابنه كان يمه، قال يا محمد اذهب واقتل الجمل، اعقر الجمل، لأن هذا الجمل منطيهم فرد دعم معنوي وخليهم يقاتلون، إذا انقتل راح ينكسرون. بالفعل محمد يعني محمد مو رجل عادي، شجاعة محمد معروفة من هو محمد بن الحنفية. انطلق محمد تقول الرواية فصده بنو ضبة، كانوا متحلقين حول الجمل مسوين فرد حلقة شديدة من الشجعان من الأبطال. يقول حاول محمد ما استطاع أن ينفذ إلى الجمل، فصده بنو ضبة رجع للإمام، رجع ما قدر. يقول شاف الإمام أمير المؤمنين شافه راجع عرف الموضوع. يقول الحسن كان واقف على يمين أمير المؤمنين، التفت أمير المؤمنين إلى الحسن قال أبا محمد اذهب واقتل الجمل. يقول انطلق الحسن عليه السلام كأنه الليث على جواده، انطلق ما أسرع وأن عاد إلى أبيه أمير المؤمنين وسيفه يقطر دما من ذلك الجمل. صلوا على محمد. رجع لأمير المؤمنين، أنهى المهمة، قضى المهمة. محمد بن الحنفية كأنما خجل من أبيه أنه هو راح ما نفذ المهمة، الحسن نفذها. علي بن أبي طالب شاف هذا الخجل في عيني محمد، عالج الموقف، قال يا محمد لا تأنف، لا أنه يكون عندك خجل، بني محمد لا تأنف، فإنك ابن علي وهو ابن النبي. قال له هذا ابن محمد لا تقيس نفسك به، انت ابني وهذا ابن محمد. هذه شجاعه السيف في ابي محمد الحسن عليه السلام. اخذنا صفات ايها الكرام، واحنا الحديث يطول حقيقه، انا الوقت يدركنا والا الحديث يطول عن السمات في شخصيه ابي محمد الحسن. اخذنا جزءا من عبادته، اخذنا جزءا من كرمه، اخذنا جزءا من شجاعته، مررنا على شذرات. الشذرة الأخيرة، الصفة الأخيرة التي أقف عندها وبعدها نختم كلامنا، صفة العلم في شخصية الحسن عليه السلام. صفة العلم في شخصية الحسن، العلم واسع، هم أهل العلم، يعني أهل العلم في يعني كما قال يزيد في يعني في شهادة لزين العابدين عليه السلام لما اعترضوا أهل الشام، راد يصعد الإمام راد يلقي الخطبة مالته واعترض يزيد، أهل الشام دفعوا قال له لا هسه رجل هو أسير وشاب يعني وما قدر ما يحسن هذا الفتى، ما يعرفونه. يزيد يشهد لهذا البيت قال إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، فوالله إن صعد المنبر فلا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، والفضل ما شهدت به الأعداء. ذول أهل البيت. فعلم الحسن واسع جدا. أرداخذ شاهد واحد فقط من علم الحسن عليه السلام. يوم من الأيام دخل رجل إلى مسجد رسول الله، ومسجد رسول الله كان شبه المدرسة، يعني مو فقط مسجد للصلاة والعبادة،
عبادة يعني الذكرية خلينا نقول، لا لا، كان مدرسة كانت بها حلقات للعلم، وكبار الصحابة يجلسون يعلمون الحديث يعلمون القرآن، كانت بها حلقات. أكبر ثلاث حلقات فيه كانت في المسجد تدرس، تعطي درسا في الرواية وفي الحديث وفي تفسير القرآن. دخل سائل، سائل عنده سؤال، إجا إلى مسجد رسول الله، عنده سائل، إجا شاف ثلاث حلقات بالمسجد، ثلاث حلقات كبار، راح سلم على صاحب الأستاذ يعني اللي كان جالس يعلم، سلم قال له عندي سؤال، القرآن يقول وشاهد ومشهود، ما المقصود بهذا؟ القرآن يقول وشاهد ومشهود، ما المعنى؟ ما مقصود إنه بالشاهد وما هو المشهود؟ قال، أجاب، قال الشاهد يوم القيامة، قال أو الشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. ما اقتنع بالجواب، راح للحلقة الثانية أيضا سأل، الشاهد والمشهود أيضا تقريبا كانت نفس الإجابة، يوم الجمعة ويوم الحج الأكبر. الحلقة الثالثة راح سأل إلى الحلقة الثالثة، قال ما الشاهد والمشهود؟ قال أما الشاهد، أما الشاهد فرسول الله صلى الله عليه وآله، أما قرأت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شنو؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قال الشاهد رسول الله، قال والمشهود يوم القيامة، أما قرأت قول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هنا الحسن هسه مرة احنا نتعامل ويا هذه الرواية تعامل سريع جدا وما نتأمل بيها، وطبيعي جدا، الحسن ابن رسول الله. هسه بعدين اكو تكمل الرواية يقولون سأل هذا الرجل السائل من هو صاحب الحلقة الأولى؟ قيل صاحب الحلقة الأولى ابن عباس. من هو صاحب الحلقة الثانية؟ قيل ابن عمر عبد الله. من هو صاحب الحلقة الثالثة؟ قيل له الحسن بن علي. الحسن هاي إجابته. مرة نتوقف عند الرواية نتأمل بها تأمل سريع، ومرة لا والله الحسن جاي يفتح لنا فرد باب واسع في فهم القرآن الكريم، كيف نفهم القرآن الكريم، كيف نتعامل مع القرآن الكريم. ليش أقول هكذا؟ لماذا أقول ذلك؟ لأنه أيها الكرام، إنه إذا تلاحظ السؤال من القرآن والإجابة منين إجت؟ إجت من القرآن نفسه، إجت من القرآن. السائل يقول وشاهد ومشهود، الله يقول في كتابه وشاهد ومشهود، ما هو الشاهد والمشهود؟ مرة أرجع للمعجم اللغوي أبحث عن الشاهد على زينة فاعل والمشهود على زينة مفعول وأشوف الدلالة اللغوية مالته. مرة أرجع مثلا لآراء المفسرين أشوف آراءهم شنو، وتضاربت آراء المفسرين. ومرة لا، أجعل القرآن هو الذي يجيبني عن كلامه. فالحسن عليه السلام يشير إلى هذا المعنى في تفسيره، ولذلك استدل بالقرآن على جوابه حتى يعلمنا أن هنالك بابا في القرآن الكريم. إذا أردتم أن تفهموا القرآن كما هو وكما أنزله الله، لابد أن تعرضوا هذا أو تنحوا هذا المنحى اللي هو أن نفهم القرآن بالقرآن، وأن القرآن قادر على بيان نفسه بنفسه. هذه الرسالة، والكلام طويل في هذا، الكلام طويل في هذا. طبعا هاي شخصية الإمام الحسن على عجالة شذرات بسيطة جدا إنه خضناها في شخصية الإمام الحسن. هذه الشخصية هكذا شخصية إنه لابد أن يقضى عليها من الطغاة، لأنها تشكل خطرا على مشاريعهم، على أفكارهم المنحرفة، على الأيديولوجيات التي يريدون أن يطرحوها للناس. شخصية مثل الحسن شجاعة وعلم وكرم وتقوى وعبادة وورع، وإنه فناء في ذات الله وجهاد في سبيل الله. شخصيات نموذجية ما تخدم الطغاة، ما تخدم الطغاة، ولذلك يستعملون كل الحيل للقضاء على هكذا شخصيات. ولذلك هو الذي جرى بالفعل، ينقل صاحب البحار العلامة المجلسي رحمة الله عليه في رواية يقول الحسن تعرض إلى محاولات الاغتيال ست مرات. الحسن ست مرات حاول الطغاة أن يقضوا على الحسن وأن يغتالوا الحسن، وكل هذه المحاولات كانت بالسم، بالسم، ينجو منها أبو محمد إلا السادسة، السادسة اللي كان فيها أنه حتفه كما يعبرون. بالفعل لما سقي السم عن طريق هذه المرأة الطالحة جعدة التي وعدها معاوية بما وعدها،
إذا هي سمت الحسن وقتلت الحسن وبالفعل قدمت السم لأبي محمد الحسن سلام الله تعالى عليه، وفي يوم السابع من صفر انتقل إلى جوار ربه، هذا اليوم قبل أن ينتقل إلى جوار ربه يقول إنه جلس أبو محمد الحسن ويم الحسين عليه السلام وأمر بأن يؤتوا أو يأتوا إليه بطشت. هذا الطشت من شدة السم الذي أصاب إمامنا الحسن عليه السلام، قوة هذا السم من شدته جعل يقذف دمه كأنه قطع الكبد، هذا الدم كأنه الكبد، شايف الكبد هذا الدم المتخثر اللون القاتم، جعل يقذف دمه الشريف المبارك في هذا الطشت. الحسين متقطع متألم على أخيه أبي محمد وجالس يم يسمع وصيته، وإمامنا الحسن مسجع على فراشه والحسين ينظر إليه، الحسن يوصيه بوصاياه، الله أكبر. اليوم المعزى أنت جالس الآن في حرم الحسين عليه السلام، اعلم أن المعزى هو أبو عبد الله، أنت جاي تعز الحسين عليه السلام بمصاب أخيه الحسن السبط. بينما هو جالس عند أخيه الحسن والطشت بين يديه آجركم الله، وإذا يا بالباب قد طرق، وإذا بالباب قد طرق من الطارق، قيل أن زينب قد أقبلت لعيادة أخيها الحسن. زينب أم المصائب، أم المصائب زينب جاءت لروية يا أخي أبي محمد العزاء. زين الحسن الطشت أماءه بماذا يستقبل زينب؟ بلسان الحال صاح يا حسين شيل الطشت عني ويعلي علي خواتك يا ابو السجاد جني. انا اجلي يردن يشب عن شوف مني، يردن يا خويا يود عن. يقول دخلت ام المصائب زينب على اخيها يا رأت بتلك الحالة وحسنة، شافت العزن مسجى على فراشي، صاحت نارك يا الحسن نارك، صدق ما تنطف نارك ويا تخل اختك يا بعد اختك متحيرة بخطايا. خويا باكر من تجي الوفاد ومن توقف على دارك، انا يا حلي يحييها وعلى المعتاد يطيها، ترضى اطلع وحاجيها وصيح بصوت يا الوفاد راع الدار مو موجود، ألا وصيح بصوت يا الوفاد راع الدايا يا 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 موجود. يقول اجتمعت زينب والحسين عند أبي محمد الحسن وهو يقذف الدم كأنه قطع الكبد، أوصى بوصاياه أخي أبا عبد الله، إن أنا مت فغسلني وكفلني وادفني بجنب قبر والدتي الزهراء. بينما هم كذلك آجركم الله إذ مدد إمامنا رجليه وأسبل يديه وأغمض عينيه وفاضت روح الطائرين المنفذين.